إلى الأردن يشد البابا فرانسيس الرحال حاجا لتفقد أحوال رعيته، وهذه رابع زيارة إلى الأردن لمن يشغل الكرسي الرسولي في الفاتيكان. بعد أن يصل إلى المطار يتوجه رأس الكنيسة الكاثوليكية إلى القصر الملكي، حيث يجتمع مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأعضاء في الحكومة الأردنية، إذ أن عمان والفاتيكان يرتبطان بعلاقات سياسية ودبلوماسية وثيقة. إحنا ودولة الفاتيكان على علاقات طيبة ومتنامية، كلانا يسعى دوما لإحقاق الأمن والسلم الدولي والإقليمي، كلانا يتمتع ويدعم الخطاب المعتدل الذي يرفض العنصرية والطائفية والمذهبية. في استاد عمان الدولي سيقام قداس بحضور حشد كبير من المسيحيين، حيث سيلقي باب الفاتيكان عظة دينية أمام من جاء من الأردن وخارجه للصلاة. نحن نأمل من وجود قداس البابا كرأس الكنيسة الكاثوليكية أن يؤثر معنويا في العالم الكاثوليكي وفي كل بلدان العالم التي تتبع هذا الطقس وهذا المنهج الديني، أن تقول نعم لكرامة الإنسان ولا أبدا لأي تأييد لأي عنف. يعني هو ضغط غير مباشر على الحكومات الغربية لكي تؤيد دائما الاستقرار وتؤيد عودة الطمأنينة. ثم ينتقل الحبر الأعظم إلى نهر الأردن، حيث يزور موقع المعمودية ويقف على مياه الضفة الشرقية لنهر الأردن مصليا بصمت، وبعدها يجتمع مع أطفال من اللاجئين السوريين والعراقيين الذين يعانون مأساة اللجوء ويطلق رسالة سلام. من خلال ما يصنعه الأردنيون كل يوم، مؤمنين في بلد الإيمان والأمن والأمان يسجلون للمنطقة كلها رسالة محبة وتعايش. نأمل ونصلي مع قداسة البابا من أجل السلام في هذه المنطقة. في هذا المكان عمد السيد المسيح، وهو واحد من مواقع الحج المسيحي، ويأمل الأردن أن تجلب زيارة باب الفاتيكان أفواجا سياحية دينية تنعش اقتصاده. رأس الكنيسة الكاثوليكية في الأردن هي زيارة للحج وتفقد أحوال الرعية، لكنها تحمل مضامين سياسية تجاه القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا. نايف مشاقبة، سكانيوز عربية، من موقع عماد السيد المسيح، نهر الأردن.